ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. هكذا اختار الرب رسله، وها هي الكنيسة اليوم تحتفل بعرس كهنوتي جديد، صيامة ابن بيت جال البار الياس عيسى زعرب من رتبة الشماس إلى رتبة الكهنوت، بحضور المطران أرستارخوس ورئيس الدير الأب ناركسوس وكل من الأباء الأجلاء، الأب جورج شهوان، الأب بولس العلام، الأب يوسف الهودلي والأب جورج بنورة، ورئيس كهنة ووكلاء كنيسة الروم الأرثوذكس والأباء الأجلاء من كنيسة الكاثوليك، الأب الدكتور يعقوب رفيدي والأب حنا سالم والأب جوني بحبح، والراهبات والمدعوين ورئيس البلدية، وبحضور عدد كبير من أهالي الكاهن وأهل مدينة بيت جالة جاءوا للمشاركة بهذا الاحتفال. مستحق مستحق مستحق. الأب الياس زعرب سيما كاهنا جديدا في كنيسة ميلاد والدة الله في مدينة بيت جالة. سعادة وفخر واعتزاز بكاهن للكنيسة، كاهن لخدمة الكنيسة لنشر كلام الإنجيل على خطى السيد المسيح. وبالنسبة لهذه بركة ونعمة كبيرة اليوم بحلول الروح القدس علي وصيامتي كاهنا، وإن شاء الله بكون على كد الخدمة وأكون بخدمة الطائفة والرعية والبلد. واليوم أيضا كان حلول الروح القدس على أخونا في الكهنوت إلياس زعرب، وبدأ رسالته لخدمة هاي الكنيسة اللي انتشرت من يوم العنصرة. فالكنيسة فيها فرح عظيم لوجود خادم جديد، وهو رغبته إنه يصير كاهن، وإحنا شجعناه أهله كلنا، ومحبة الله، رسالة من عند الله هاي بتجي، والحمد لله كل شيء. الحمد لله، البلد استضافت خوري بعائلتنا ولكل البلد، وبنتمنى إنه يكون في واجبه كرسول يوصل الرسالة للمسيحيين والأرثوذكس في بيت جالة وللجميع. وإحنا انبسطنا كتير اليوم لأنه في فرحة في البلد كلها، صار كاهن جديد في البلد، زمان ما صار كهنة، وهذه نعمة كبيرة لكل البلد وللعيلة وللأهل وللجميع، وإن شاء الله بيكون عقد المسؤولية. إحنا بنتقدم بالشكر جزيل الشكر لكنيستنا اللي شرفتنا اليوم برسم أبونا إلياس كاهن جديد لرعية الطائفة الأرثوذكسية في بيت جالة. هذا شرف كبير إلنا، وإحنا بنتمنى إنه ربنا يعيننا ويعينه على الخدمة الكنيسة وأهل الكنيسة وأهل بيت جالة عامة. قناة نور سات القناة اللي دائما بنتواصل معها ومنتابع أخبار كنيستنا فيها في كافة أرجاء الوطن. شكرا جزيلا لكم نور سات. كل مبسوط وفرحان في هذه المناسبة بدخول الكاهن الجديد على مدينة بيت جالة، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة كنيسته ورعيته. وبعد القداس أقيم حفل استقبال، حيث عزفت المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيتجلية معزوفات في ساحة الكنيسة، وبعدها قدمت التهاني للكاهن في قاعة الكنيسة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة ميلاد والدة الله في بيتجالة.